خليني بقى انا بقول لكم يا جماعه، هو الشغل فعلا والله كم الحاجات اللي بتحصل كتير. انا بكلمك كل ده على يوم واحد، يعني احنا كلمتك على المدينه الاولمبيه العالميه في العاصمه الاداريه الجديده، وبكلمتك على راس الحكمه، وكل ده شغل شغال اهو، يعني زي ما بقول لك كده على عينك على اي تاجر على خط الانتاج شغالين. وكلمتك على الجامعات اللي موجوده على امتداد خط القناه وجنوب سيناء وشمال سيناء، ودلوقتي هكلمك على كل من يرى في نفسه موهبه حقيقيه في التمثيل أو الإخراج أو المونتاج أو التصوير أو الكتابة أو كافة عناصر العمل الفني، صناعة السينما وصناعة الدراما. أهلا وسهلا بكم في المتحدة. المتحدة للخدمات الإعلامية بتطلق أكبر تجارب أداء لاكتشاف الوجوه الجديدة. وجوه جديدة يعني من الشبان. طيب خليني أخد معايا على التليفون المخرج الرائع والصديق اللذيذ الحبوب اللي أنا بحبه، هو عارف طبعا، عمرو سلامة. ازيك يا عمرو؟ ايه يوسف، ازيك؟ أخبارك ايه؟ كله تمام؟ طبعا دي أغرب مقدمة ممكن كانت بتتقالك في أي برنامج، المخرج الصديق اللذيذ الحبوب. دي ألذذ مقدمة في الدنيا. أهو أنت، ربنا يخليك يا رب. عمرو، عايز أفهم أو أعرف أكتر على مسألة تجارب الأداء اللي أطلقتها المتحدة، وتجارب الأداء دي يبقى ده معناها تمثيل، بس كمان المتحدة فاتحة الباب لكل المواهب المتعلقة بهذه الصناعة. صح. يوسف، الموضوع بدأ من الأول إن أحمد فايق مدير البرامج في المتحدة، هو مدير إدارة المحتوى، مدير قطاع المحتوى. مدير قطاع المحتوى، هو صديق قديم وبحبه جدا. كلمني في مسلسل، ففي الاول كده حسيت ان يعني انا بقالي فتره ما بعملش مسلسلات كده. قال لي فكره بصراحه يعني سحرتني، هي فكره ان احنا نعمل تجربه اداء حقيقيه، كاستنج اوديشنز زي ما تسميها، لمواهب حقيقيه محتاجه الفرصه بجد، لا عندها واسطه ولا عندها فرصة في العادي انها تبدا مشوارها ومش عارفه تبدا المشوار منين. والمواهب اللي نختارها دي نعمل بيها مسلسل قصته كمان لما هي عجبتني قوي، بس مش عايزين نحرقها دلوقتي. ماشي. انا الموضوع سحرني ليه؟ لان انا هقول لك على حاجه، من اصعب المراحل في صناعه العمل للمخرج هي الكاستنج. ليه؟ لانك بتشوف مواهب كتير خطيره ويبقى مثلا مش لاقي على الدور، يبقى عندك حد تاني متخيله في دماغك، يبقى هو مثلا قصير وانت عايز حد طويل، او هو فهو موهوب جدا قوي خالص وعاجبك، بس ما ينفعش الدور ده، ما ينفعش الدور ده، او المنافسه ممكن تبقى كبيره، او انا حاطط في دماغي شكل مختلف. بس بقى كميه الناس اللي بشوفها اللي عندهم مواهب حقيقيه بس للاسف تقول مش هعرف اخده، لان انت في الاخر انت ممكن يقدم لك 100 واحد وانت عايز واحد بس، فيبقى في 99 في منهم 30 موهوبين جدا. فشعورك وانت بتقول لحد لا او ما بتاخدوش وهو عنده موهبه بجد وتحس ان هو هيحبط او هيتضايق، دي حاجه بتوجع المخرج جدا على فكره. يعني كميه الناس اللي بتبعت لي كل يوم ان هم عايزين يمثلوا او عايزين يبداوا بس انا ما عنديش ليهم دور او مش هقدر اساعدهم باي شكل، دي حاجه بتضايق المخرج جدا. يعني كميه الناس اللي نفسي اساعد ما عنديش مساعد بيها بتضايق. وفي نفس الوقت بشوف كتير من الناس عندهم دايما الفكر المغلوط بتاع ان ما حدش بيعدي الا لو ابن حد او عنده معارف او عنده واسطه، وده مش حقيقي. لان انت لو بصيت على الخريطه الفنيه هتلاقي في 10% ممكن يكون عندهم قريب او كده او واسطه، بس في 90% لا ما عندهمش وبداوا من الصفر وتعبوا. ما انا عندي عمرو سلامه ما كانش عنده اي واسطه على الاطلاق، انا بتكلم بامانه يعني انا عارف التجربه بتاعتك في دخول هذا العالم ملهاش اي علاقه لا بالواسطه ولا بالمعارف. وانا مش 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 الـ مش الـ مش, الـ مش الاستثناء بالمناسبه، الاستثناء صح. هو اللي عنده واسطه، الاستثناء اللي عنده واسطه ده حتى لو جاله اول عمل واثنين لو ما عندوش موهبه حقيقيه، لو ما فيش موهبه خلاص هستمر. شكرا. ما فيش، مش هيستمر. فهو يعني لو عديت لك المخرجين اللي في الجيل بتاعي او الممثلين اللي في الجيل بتاعي اللي ما كانش عندهم اي واسطه او اي فرصه هنتعب من كتر العدد. صح. بس في نفس الوقت انا فاكر وانا ببدا كمخرج ما كنتش عارف ابدا منين يعني خالص، كنت بعمل افلام قصيره احطها في شنطه على سيديهات واقعد اوزعها على الناس يمكن حد يكتشفني. فمش الناس مش عارفه ازاي اول باب نخبط عليه ده هيبقى فين، فممكن تلاقيهم بيعملوا مجهود في التدوير على الباب اكتر ما يعملوا مجهود على ان هم يشتغلوا موهبتهم هم. فاحنا حاولنا نعمل تجربه تبقى على قد ما نقدر بكل المجهود اللي هنقدر نبذله تبقى تجربه مفتوحه للجميع وعادله جدا،
وبتديهم فرصه حقيقيه. انا مش اللي هختاره مش هقول له تعالى اطلع في دور اتكلم كلمتين، اللي هختاره ده هيبقى بطل وهيبقى نجم وهيطلع في مسلسل في دور بطوله. حلو. فاحنا عشان كده بنحاول، ونفسنا الاهم من ده هو دعم الشركات الدعايه ودعم الناس المعلنين ان هم يتبنوا فكره زي دي ويخشوا يدعموها عشان حتى ميزانيه العمل تبقى كبيره، لان يبقى عليها اهتمام اعلامي كبير. انا نفسي ان احنا المواهب اللي هتطلع دي عقبال ما نصور كمان المسلسل يبقوا نجوم. احنا هنعمل برنامج تلفزيوني هيتعرض عن كيفيه اختيار الناس دي وبندربهم ازاي، بحيث انا نفسي جدا انت زي حد زيك يا يوسف او اي كل الاعلاميين يتبنوا الشباب دي ويستضيفوهم ويطلعوهم، بحيث ان احنا في نفس الوقت عقبال ما يجي المسلسل يتعرض يبقى الناس اوريدي شافت. انا بالنسبه لي اعتبره حصل من بكره الخميس اجازه، من يوم السبت. والله اول ما تختارهم انت عارف انا شخص دايما متحمس لدرجه التهور في بعض الاحوال، فيلا بينا يوم السبت. والله بكلمك بجد، يلا اول ما نختار المواهب ان شاء الله هنجيلك وهنيجي لكل الناس، ونفسي الناس كلها تتبنى الشباب دي، بحيث ان لما يجي المسلسل يتعرض، او هم على فكره بالمناسبه عشان في ناس كتير سالتني، احنا مش بندور على شباب بس، احنا بندور على حد ممكن يبقى عنده 11 سنه وحد ممكن يبقى عنده 70 سنه. احنا عمرو انا لسه دي على طرف لساني، لسه على طرف لساني، كنت هقول لك ممكن يبقى في حد مثلا عنده 50 او 60 سنه وموهوب جدا، طبعا يجي ويقدم. والفكره ان احنا عاملين الموضوع بشكل فعلا لما مثلا تقدم اونلاين هتخش على الرابط على الموقع على الويب سايت هيقدموا، الموقع طالب منهم حاجات كتير يستحملوا الطلبات ويقدموها. أوكي. كلها علشان يوصلوا النقطه ان احنا لما نيجي نعمل فلتريشن او نيجي نعمل صفصفه، يعني مش عارف اقولها ازاي، يعني نختار أيوه. تصفيه للمقدمين على الموقع، ان نوصل ان احنا نختارين فعلا. الموقع اسمه ايه يا عمرو اللي هيخشوا عليه؟ احنا حاطينه في الفيديو، هقول لك بالظبط دلوقتي. ثانيه واحده. يو ام كاست، يو ام اس اللي هي زي المتحده، يو ام اس كاستيك كوم. فالناس تقدم على الموقع. معلش قولوا لي تاني يا عمرو بعد اذنك. يو ام اس كاستيك دوت كوم. اوكي. التقديم لحد يوم 15 مايو، عندنا حوالي 20 يوم للتقديم الناس تقدم، بعدها هناخد احنا وقتنا شويه في ان احنا نصفي من الناس اللي قدمت لحد ما نوصل لعدد كويس من الناس. الناس دي هنعمل بيهم برنامج حقيقي، بنشوف ازاي بيتطوروا، بيحصل منهم تصفيه برضه. البرنامج مش برنامج مسابقات، مش برنامج مواهب زي البرامج اللي احنا شايفينها، هو رحله الوصول لافضل ممثلين اللي هيمثلوا المسلسل ده. ده هيبقى زي برامج الواقع، يعني دول المجموعه اللي تم اختيارهم. فهنعدي بيهم على مراحل التدريب. بالظبط، مراحل التدريب دي هتبقى كمان احنا شغالين عليها بمجهود كبير جدا، بحيث ان هو لما يجي قدام الكاميرا يبقى مستعد. احنا مش بس بنعلمه ازاي يمثل، احنا بنعلمه ازاي يبقى شجاع قدام الكاميرا، بنعلمه اداء حركي، بنعلمه ازاي يتحكم في صوته، بنعلمه ازاي يتحكم في جسمه، بنعلمه ازاي نفسيا يأهب نفسه، ازاي يقرا سيناريو، ازاي يبقى فاهم دراما، ازاي يعني كميه يعني احنا قاعدين نحضر للموضوع، بحيث ان الشخص بعد ما يخلص ورشه التدريب دي يبقى واصل لنقطه ان هو لما يقف قدام الكاميرا كانه محترف شغال في الشغلانه دي بقاله 10 20 سنه. حلو جدا. عاملين مجهود رهيب في ان احنا نخلق مواهب حقيقيه، الناس تشوف ان الحلم ممكن يتحقق لو انت فعلا موهوب، ولو انت فعلا مستعد تعمل المجهود المطلوب. هتاخد فرصتك. الممثل مش موهبه بس، الممثل موهبه وفكر ومجهود وتفاني وشجاعه، يعني هي حاجات كتير اكتر بكتير من ان هو مجرد بيعرف يمثل صح قدام التيك توك او بيعرف يمثل قدام اصحابه، لا الموضوع اكبر من كده، والناس لازم تشوف ان التمثيل ده، تفهم ان الممثل ده للناس عندها زي انطباع كده ان الممثلين دول بيعملوا ايه، يعني بيطلعوا قدام الكاميرا وياخدوا فلوس كتير، لا الموضوع الناس ما بتشوفش الكواليس بتاعه، انه ازاي ممكن ياخد قرار غلط ياثر على مستقبله، وازاي ممكن يعمل مشكله تاثر على سمعته، يعني الموضوع اكبر من مجرد ان انا بعرف امثل قدام كاميرا. صح 100%. طب هل بنفكر يبقى في عندنا حاجه زي بنك للمواهب؟ طبعا احنا ان شاء الله الناس اللي هتقدم دي هتبقى في داتا بيز، ممكن حد ما يطلعش معانا في البرنامج او ما يطلعش معانا في المسلسل، بس يبقى موجود لسيزون تاني، تبقى موجود للمشاريع المتحده اللي جايه بعد كده. فهو هدف الموضوع ده ان هو يتحول لقاعده معلومات لكل الناس اللي عندها حلم التمثيل ان شاء الله. هيبقى umscasting.com بالظبط.
هايل جدا، يدخلوا عليه بقى خلاص كده الويب سايت شغال، الموهوبين يخشوا، اللي شايف نفسه موهبه يخش يبدا بقى ايه يمشي الخطوات لحد اخرها. اه بالظبط، بعد ما هيقدم ان شاء الله احنا هنبدا قصه التصفيه دي على طول، بحيث ان احنا في اسرع وقت تبقى اخترنا المجموعه اللي هنبدا معاها ان شاء الله. بكره نبقى اجدع من يونيفرسال كمان يا رب. اه والله العظيم بالشوق بالطريقه دي بالنظام ده بالاسلوب ده بالاصرار ده بطريقه التفكير دي، زي ما انت قلت كده الممثل مش بس موهبه، لازم كمان يكون في فكر، فلما يبقى في شركه فكرها كده يبقى احنا ماشيين ان شاء الله بسرعه الصاروخ باذن الله. ده اللي عاجبني بصراحه من ساعه ما الاستاذ احمد فاق كلمني، انا اول ما قال لي الفكره يعني انا كنت فاكر ان انا كنت صاحي من النوم، قمت من على السرير كده وايه وعجبتني الفكره جدا، قلت له انا معاك يا احمد، يعني مش هنتكلم في اي تفاصيل تانية دلوقتي. انا معاك ان الفكره عجباني ومتحمس لها. هايل 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 هايل، انا بشكرك جدا 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 عمرو، مسهرينك معانا، نورتني وشرفتني على التليفون، وبما انه دي كانت فكره احمد فاق ف 100 100، احمد زميل طبعا وصديق من زمان، فبرافو برافو برافو برافو.